يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري جنوب سيناء جنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد مائل الحرارة على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 37، الصغرى فيها 24، الإسكندرية 30-22، مطروح 29-21، وبورسعيد 31-23، الإسماعيلية 37-21، محافظة السويس العظمى فيها 37، الصغرى فيها 21، العريش 32-20، طابة 36-23، شرم الشيخ 40-27، الغردقة 39-28، محافظة الأقصر العظمى فيها 44، الصغرى فيها 27، أسوان 45-29، الوادي الجديد 44-28، شلاتين 38-28، أما محافظة حلايب العظمى فيها 36 عفوا والصغرى 27. لأن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع